السلام عليكم، أنا محمد غنايم. يا ابن السوداء، هكذا خاطب أحد الصحابة بلال بن رباح إثر خلاف حدث بينهما. قال له: يا ابن السوداء. عايره بأمه كونهم من أصحاب البشرة السوداء، فحزن بلال جدا وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكى له ما وقع. فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وقال له: يا أبا ذر، أعايرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. فكانت وقع هذه الكلمات عظيمة على نفس أبي ذر، وشعر بعظم ما فعل، فوضع خده على الأرض وطلب من بلال أن يطأ بقدمه خده أسفا على ما فعل ورادا له اعتباره أمام الناس رضي الله عنهما. إلا أن بلال رفض وقال: غفر الله لك. قبل قليل كنت أقرأ تعليق من أحدكم حفظه الله يقول: كيف أقنع شخص بأن يصبح غير عنصري؟ فرد شخص آخر منكم عليه قائلا: انصحوا بالإسلام. فأعجبني السؤال وأعجبني الجواب أكثر بكل أمانة. لذلك ما رأيكم أن نبدأ بجملة: أنا مسلم فأنا لست عنصريا؟ يعني العنصرية هي التمييز بين الناس بناء على أساس عنصرهم، أصلهم، لونهم، ومعاملتهم على ذلك الأساس. ولو تمعنت في القرآن الكريم تلاحظ أن أكبر عنصري هو إبليس عليه لعنة الله، حيث قال: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ميز نفسه بناء على عنصره والشكل الذي خلق عليه، وأمام من؟ أمام الله العزيز الجبار الذي خلقه وخلق كل المخلوقات. وهذا يعطينا تصور أن العنصري لا يرى بوضوح ولا يفهم المنطق صحيح. كنا مرة مجتمعين مع مجموعة شباب هنا في تركيا، وكان هناك جدال قائم بين شخص من أهل المدينة وشخص آخر من أهل القرى حول أن أهل المدينة باعتقاد الأول أفضل من أهل القرى، وأنا من القرى يعني. فكان يتحدث ومقتنع جدا بكلامه ويذكر ميزات أن تكون ابن المدينة وكيف أن أهل المدينة أذكى وأغنى وأرقى إلى آخره، وأن أهل القرى ليسوا لبقين بطبعهم ويعملون في الزراعة وهذا يعيبهم باعتقاده. فاستغربت وقلت في نفسي: أيعقل أن هذا التفكير موجود؟ واستغربت أكثر لاقتناع الشخص بكلامه. فأنا من القرى ولم أشعر في حياتي قط أن أهل المدينة أفضل مني بشيء أو أنهم أقل مني أيضا، أتعامل مع الشخص حسب الموقف والاحترام، فمن أين جاءه ذلك التفكير؟ فالتزمت الصمت ثم سألته وقلت: من أي مدينة أنت؟ فقال اسم مدينة فلسطينية، وصادف أنها مدينتي يعني، والفرق بيني وبينه أنه يسكن بعيد عني 15 دقيقة في السيارة وأنا من القرى. فابتسمت وقلت: يعني أنت بمقياسك هذا الآن لو وقفنا أي شخص تركي من الشارع في المدينة التي نقيم بها في تركيا حاليا سيكون أفضل منك. فضحك الجميع حينها، وأنا لم أقصد أن أقلل منه بكل أمانة، ولكن مدينتي أعرفها صغيرة بسكانها بمساحتها مقارنة مع أي مدينة تركية أخرى، اقتصادها قليل مقارنة بالمدن الفارهة، ومع ذلك يتشدق ذلك الشخص بعنصريته أهل القرى وأهل المدن. حينها أدركت أن العنصرية هي مرض نفسي وتحتاج طبيب نفسي لعلاجه، وهذا أمر أكده مقال طلعت عليه في صحيفة نيوزويك الأمريكية. ولكن أتعلم أين الأمر؟ لو اقتنع الطرف الآخر بالعنصرية كيف؟ يعني مثال على القصة الماضية، لو اقتنع أهل القرى أن أهل المدن أفضل منه، حينها سيقبل أهل القرى على نفسهم أي إهانة أو أي عنصرية أو أي تعالي من أهل المدن عليهم، مثال القصة السابقة، وبالتالي لن تتحرك كرامتهم ولن يحزنوا على أنفسهم. فلا تقبل لنفسك العنصرية إطلاقا، فهم ليسوا أفضل منك وأنت لست أفضل منهم إلا بالعلم والعمل أي بالتقوى. فلا تقبل لنفسك العنصرية إطلاقا، ولكن لا مانع أن يميز الإنسان نفسه عن الآخرين بعلمه وعمله، يعني لا تختلط علينا الأمور. أن تكون ناجحا أمر يستدعي أن تميز نفسك عن الآخرين به، فأنت وصلت له بعلم وعمل وجهد لم يبذله الطرف الآخر، هنا يحق لك أن تميز نفسك دون أن تتعالى حتى لا تصل لمرحلة التكبر والأمور الأخرى. يروى أن رجلا يسمى الأحنف بن قيس، هذا الرجل كان قصير القامة أصمر اللون مائل الحنك غائر العينين، يعني كان قبيح الوجه، ولكن كل هذه الأمور هي خلقة الله عز وجل، هو لم يكسبها بيده. ولكن هذا الرجل مع كل الصفات التي ذكرتها كان سيد قومه، كان إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف، وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه، كان شجاع كريم قوي اللسان. هذا الرجل حق له التميز عن الآخرين بالأمور التي اكتسبها لا بالأمور التي لم يكتسبها كالشكل واللون والحسب والنسب. فالنقطة التي أريد أن أتفق عليها معكم أن العنصرية تكون عندما تميز نفسك عن الآخرين بشيء لم تكسبه أنت، اتفقنا؟ لأن العنصري يميز نفسه بأمور لم يكتسبها، أنا ذكر هو هي أنثى، أنا أبيض هو أسود، أنا من الحسب الفلاني هو من غيره، وكأن الإنسان يخلق نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
في الفترة الأخيرة لاحظنا انتشار واسع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية حول مظاهرات ضد العنصرية بعد واقعة مقتل شاب أسود على يد شرطي أبيض، أعتقد أغلبكم سمع عنها. لا أريد أن أعلق على الواقع بقدر ما أريد أن أعلق على موضوع العنصرية نفسها، لأنني لو سألتك الآن عن قصص عنصرية حدثت معك أعتقد ستخبرني أكثر من قصة، صحيح؟ طيب لماذا يشعر الناس بالعنصرية لو سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ ببساطة لنقص في أنفسهم، والعلاج لابد أن يكون نفسي. يعني أنا الآن لو سألتك أنت نفسيتك من أين تكونت؟ من عائلتك، صحيح؟ من أصدقائك، من المحيطين بك، من هناك تكونت نفسيتك وطريقة تفكيرك، صحيح؟ فعندما نسمع أم تقول لابنها لا تمشي مع فلان، هؤلاء فقراء لا يليقون بك، هنا تلقائيا يتشكل لدى الطفل تفكير عنصري أنه أفضل من الفقراء مكانة، صحيح؟ أو عندما نسمع أب يقول لابنه هل ترى ذلك الغني الذي لديه أكبر المصانع في البلد؟ هذا الشخص كان يعمل شحات في القدم. هنا لا أعتقد أنها عنصرية، أعتقد أنها مبالغة من الأب يعني. لأن العنصرية في الأغلب تكون من نظرة فوقية لدنيوية، ولكن يعني لا يمكن أن ترى عنصري يشعر أن الطرف الآخر هو أعلى منه، وإلا أين التمييز؟ أين هي العنصرية يعني فلسفة؟ يعني باختصار الأسرة أهم شيء. يعني أنت الآن من المؤكد أنك جزء من تربية أحدهم، ربما أبنائك، ربما إخوتك الصغار، أقاربك، أصدقائك. فاحرص على ألا تزرع قيم معينة قد تحاسب عليها يوم القيامة. يعني أذكر قصة، كان لدي زميل لا يدخن وكان يريد أن يصبح مدخن، فكان كلما يحاول أن يأخذ سيجار ويشرب يسعل، وهذه ردة فعل الرئة الطبيعية، الرئة السليمة. فسأل أحد الزملاء المدخنين حول كيف تدخن ولا تسعل، فأخبره عن الطريقة، وبالفعل بدأ ذلك الشاب بالتدخين. حينها قلت للشاب الآخر جملة والله لا أنساها إلى اليوم، قلت له أنت ربما تأخذ إثم كل سيجارة يشربها ذلك الشاب، لأنك أنت علمته، فأنت ربما فتحت على نفسك باب سيئات جارية. لذلك احرص على وقع الكلمة، فأي فعل تقوم به أنت ربما أمام أبنائك، ربما أمام إخوتك الصغار، له أثر كبير في مستقبلهم ونفسيتهم. فاحرص على أن تزرع قيم جيدة في من حولك. وأنهي كلامي بقول أيها العنصري، أنت لست أفضل منهم، ما تعلمته من أسرتك ومحيطك خاطئ تماما. أنت أفضل منهم عندما تكتسب شيء بعلمك وعملك أي تقواك، حينها تميز عنه، لن نختلف حينها. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، ودمتم في أمان الله.